أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يفهم من قوله تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أن الملائكة لا تعقل، وكيف نرد على هذه الشبهة؟ هذا كلام من باطل. ايش يدخلك بالملائكة وهل تعقل أو ما تعقل؟ يعني مهابيل مجانين ملائكة، صلى الله العافية. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، معناه أنهم معصومون، عصمهم الله سبحانه وتعالى. نعم.